مرحبا، معكم مطبخ عائلتنا. أنا صفاء. اليوم حنحضر سوا كسكس، أكلة خفيفة وصحية كتير، ويفضل استخدام الكسكس الكامل. مبدئيا نحن بحاجة لكاسة كسكس، نص كاسة مي للنقع. الصوص بيتألف من بصل، ثوم، بقدونس ولوز مبشور. طبعا في جنبه خضار، نحن بحاجة لبروكولي، زهرة، فلفلة حمراء، فجر وجزر وكوسة. مبدئيا الخطوة الأولى، بننقع كاسة الكسكس مع نص كاسة مي البارد طبعا بدون نار. الخطوة الثانية تحضير الصوص. قلنا الصوص بيتألف من لوز وبقدونس، بصل وثوم. رح نبدأ هلا بنعمل الصوص. بيتكون من نص بصلة، سنين ثوم، شوية بقدونس ولوز مبشور. بعد ما قطعنا البصل وحطيناه بايد الهواء، بنقطع قطعنا كمان الثوم وبنحطه معه، والبقدونس بنقطعه ناعم ونضيفهم لفوق المزيج. نضيف البقدونس لقلون ورشة ملح. ونضيف بعدين اللوز المبشور. وبنهرم الكمية كلها سوا قد ما بنقدر ناعم. وهلأ بعد ما دقينا الصوص كله، البصل والثوم والبقدونس، بدنا نضيف 3 ملاعق زيت زيتون. بنحرك المزيج وطلعنا بهالشكل. هلا المزيج جاهز، نحطه فوق الكسكس. اذا نحن بعد ما حطينا الصوص بنحركنا المزيج منيح، بدنا نضيف كاسة مي مغلية للكسكس. إذا لكل كاسة كسكس كاسة مي مغلية، ومنخلي المزيج 10 دقائق. بهالوقت بنقطع الخضرة ومنجهزها. هلا حنبدأ نحضر خضار الكسكسي. احنا اوريدي حطينا نص كاسة مي على النار مع شوية ملح تحافظ على الفيتامينات الموجودة بالخضرة. وبنبدأ بننزل الخضرة، بنبلش بالجزر، طبعا ما يعادل جزرة، وتقريبا 3 فجل احمر وواحدة فجل ابيض، حبة فلفلة حمراء، ما يعادل كوساية كمان، نص حبة بروكولي ونص حبة زهرة. بنحرك المزيج كله. بنخليهم على النار ما يعادل 2 دقيقة ماكسيموم. نحن هلا طبختنا صارت جاهزة. وللسكب الكسكس معنا صار جاهز.
ولتكمل طبختنا بنحاجة احنا شوية بقوليات، فيكم تختاروا حمص، بازيلا او اي نوع تاني. نحن اخترنا الحمص. اوكي، بنحط الخضرة. إن شاء الله تكون طبخة عجبتكم. صحتين وعافية.